الوضوء حتى الكل لكم الحدث بالصوتي والصورة. مستجدات لكي دابا الفلاح سي محمد. اسمح لي خليني انا نعطيك واحد. دابا تكلم تفضل. دابا اسمح لي. شوف السي محمد، حنا 70 يوم حنا معتصمين كنطلبوا على واحد دوره السكن، عطا واحد 5 المليون نتوما عارفينها. ملي عطاو ديك 5 المليون قال لك راه ما تكفيش، فجات الحمد لله ربي رزقنا بالامطار، دخلت كميه كبيره ديال الامطار للسي محمد الخامس. ماشي هما كيذكروا غير واحد الارقام، ولكن حنا الارقام اللي عارفينها اكثر من داك الشيء. حنا كنتفاجئوا من غياب ديال جميع المسؤولين، لا المحليين ولا الاقليميين ولا حتى انتم السياسيين. السي محمد ما كاتبش دايرنا عملنا. واخا اسمح لي السي محمد خليني نكمل، خليني نكمل الكلمه ديالي، نكمل الكلمه ديالي. حنا هنا كنستناو، حنا انتظرنا حيت كاين مزفاف الكلام اللي قلنا. راه قلنا دابا شفنا الحاله اللي جابت بزاف، كاين الحمد لله كاين الخير. دابا راه 15 10 ايام وما كيدخل سمو داخلو. دابا حنا هو السي محمد خليني نكمل الكلمه. حنا السي محمد انتظرنا اي مسؤول يجي يهضر معانا، سواء مسؤول حكومي سواء سلطات محليه سواء سياسيين. حنا كندورو على الخبر، حنا بغينا يقولوا لنا يهضروا معانا. الا ما باغيش يعطيونا الفلاحه وما باغيش يعطيونا الماء صافي يقولوها لنا، حنا ما عندنا صافي نمشيو نشوفوا شنو نديروا. الا الناس ما بغاوش خليني اسي حي، الا ما بغاوش يخلونا نخدموا الفلاحه يقولوها لنا. راه اكتشفنا السي محمد، اكتشفنا منطقه في واتزا واخا الجفاف ما كيقطعوش عليهم الماء، قال لك هما ذوي الحقوق. واش حنا ماشي ذوي الحقوق في ملويه ولا؟ حتى حنا ذوي الحقوق. والمالك حتى حنا عندنا في ذوي الحقوق. هما راه مسؤول، ما قلناهاش حنا ولا جبنا خبر من برا. راه مسؤول ومسؤول كبير. في اجتماع وبحضور السيد الكاتب العام ديال العماله قال لك اودي راه في السهل ديال واتزا كاين 5000 قطار كتستافد من 60 مليون في العام. لانهم من ذوي الحقوق يعطوهم جوج المترو د الماء. ولينا حنا ملي جينا هنا ولنا واكتشفنا بقينا كنسولوا، لقينا الناس كتلعب بالماء سي محمد والله العظيم ما كتلعب بالماء. هذاك واتزا راه حدوه علينا، حنا حبسوه علينا، الماء كان يجي عندنا تحبس تحبس اللي عندنا، لقينا الناس كتلعب بالماء. حنا عندنا اشجار وعندنا استثمارات وعارفين السي محمد هنا الاقتصاد، الاقتصاد ديال المدينه مهزوز بالفلاحه. الا اختار الفلاحه راه كتشوفوا زيكي ولا راه ولا مجموعه ديال الشباب. هذا هو مسكين هذا كيف كان بعد هذا الشيء اللي كنديروا له. انا النهار نكون تما عندهم هذا الشيء اللي قلتوه لي دابا، نكون حاضر ونبلغوا وندير المجهودات ديالي بالنسبه لوزاره الجهاز ولا بالنسبه لوزاره الفلاحه. هادو جوج ديال الوزارات حنا غادي نكبروا ونكبروا هذا الالم اللي عندكم كله راه حتى حنا عشناه. قرب لهم انا هاد المشاكل اللي عندكم راه حنا عارفينها مبدئيا، عارفينها حنا وضعينكم الثقه وما عندناش. ولهذا بغيت نقول لكم راه ماشي ما درناش الواجب، راه عملنا الواجب. الجواب اللي كان عند الناس كيقول لك اودي ما عندناش الماء. دابا الان جات دابا الان الا كان شي بركه الماء نطلبوا منهم باش يعتقوا الوقت. انتم راكم كتعرفوا بانه فعلا الوضعيه اللي كاينه دابا. حنا بالنسبه بلا باش نهضر معكم بصراحه، هذا الشيء اللي واقع دابا بهذا الجفاف راه ما عمروش شفناه. علاش؟ لان كان البطاله كانت قليله، الفلاحه ديال هذه المنطقه كانوا خدامين، والسكر كذلك كانوا كيستافدوا مع من؟ مع الفلاحه الصغار المتوسطين، عندهم 5 دكتورات 7 دكتورات 8 دكتورات ديال الكليمونتين ولا ديال الداديه ولا ديال كذا. راه تقريبا كاين واحد 70 ولا 80% ديال الناس اللي راهم دابا ما عندهم عمل راهم كانوا خدامين في الفلاح. المواطنين حبابو بوش غادي يضيعوا فين يمشي؟ لا ما فهمتش. الواد ديال كاس الواد اسمح لي ماشي انا كاس سير لي سولنا دعاه وحنا خلاونا والو سولتنا على ضيعونا المسؤول وغادي نزيدوا نبلغوا لهم. الناس سي محمد احنا اللي اكتشفنا هذه راه سياسه، هذه راه سياسه كتجوي على ملي كان العطق ملي كان الجفاف كنا نقولوا راه الاجتماعات اللي كنا كنحضروا فيهم احنا راه غير مسؤولين جهويين. ما نقصوش كاع على السيد وزير الجهاد وزير الفلاح، راه السيد الكاتب العام ديال العماله، السيد الناس ديال الحوض المائي كيقولوا لنا ها 5 مليون اقرب الحقول هذه دخلت غادي نعطيوها لكم. راه دابا غير الارقام اللي داروا هما ما شفناش. اسمح لي السي محمد، راه الارقام اللي داروا غير السيد محمد الخامس كان 19 مليون، دابا راه فيه 38 مليون. يعني راه دخلت واحد 17 مليون بلا واتزا، دخلت مع 5 مليون راه 23 مليون. حنا راه دابا ما كنشوفوش بان القرار ما تحتاجش انه يمشي للوزاره.
حنا صراحه لانهم هما اللي قالوا معنا اجتماعات اخوان قالوا حاضر قالوا مباشره اي تحسن ديال السدود الماء اللي يدخل ديالكم اي دخلت الجبه اللي دخلت ديالكم كاينه 5 مليون ها هي ما تفهمتش عليها حنا عاد كنشوفوا